كأنه الكتاف لازم يكون عرض شوي. مو هاد إيزيل؟ ومين حضرتك؟ أنا عايشة. تبع إيزيل. صحيح، عايشة إيزيل. كنت رح قلك تفضلي، بس أنا عم أشتغل، ما تواخذيني، بس لا أرفع هدول. عفوا، تفضلي. أنتي حلوة كتير. وأنتي كمان حلوة كتير. هاد من لطفك. عم تسألي ليش إجيت هي؟ حبيت أعرف مين اللي أخدت محلي. أنا بحياتي ما ساعدت أني أخد محل حدا. أوف، حاكين لك عني حكي كتير بشع. لا أبداً، ما حاكولي عنك نهائي، يعني شي قليل أنه قصتكم ما انتهت بطريقة منيحة. بتحبي لها إيزيل؟ صار هيك الوضع غريب شوي. لا تواخذيني، سألتك هيك فجأة وبقلة ذوق. لا العفو، ما في مشكلة. أنتي قدي عمرك؟ 25 سنة. عم تدرسي ما هيك؟ وعم تشتغلي بالبار مشان تقدري تطالعي مصروفك. يعني أنا وحدة بحب الشغل. وقاعدة بالسكن الجامعي؟ من وين بتعرفي كل هالشغلات؟ وما في عندك عيلة قوية توقف وراكي؟ شو علاقة هذا الحكي؟ البنت اللي حابة معلمة بالشغل، يلي بيركب أفخم السيارات وساكن ببيت قيمته ملايين الدولارات، حلو كتير وقوي ومثقف وعايش عمره بالطول وبالعرض وبكل أشكاله. مينك أنتي لتحبي؟ ماشي، بكفي هذا الحكي، تفضلي إذا بتريدي. أنتي بعدك صغيرة، مالي قلب أحكي معك شي، بس إذا سألتي رح تعرفي مين بكون، رح تعرفي شو يلي عملته بإيزيل، رح تندهشي. تعرفي يا بنت شو رح يدهشك أكتر شي؟ كيف ضل عم يحبني رغم كل شي بشي عملته معه. أنا عندي شغل، ممكن تروحي؟ طلعي على حالك، طالبة جامعة عادية، لابسة مثل الصبيان ووشك مليان طين، يعني بشو بتفرقي عن الشباب؟ وهلأ طلعي علي، كيف شكلي وكيف أنا واقفة وكيف عم أحكي معك؟ طلعي على الروج تبعي، حقه قد راتبك وزيادة، حطي فوقن ماضي من 15 سنة وفي جان ولد، ما في أحلى منه، وعشق ماله حد. اسألي حالك هالسؤال بالأول، اسألي حالك قبل ما توقعي على وشك، أعطيني سبب واحد يخليه يحبك بدالي. هو بيحبني. فجأة بعد إيزيل عم يحاول إنه ينساني، مو أكتر، عم يحاول قد ما في إنه ينساني، بس ما عم يمشي الحال. شو رح تبكي؟ لا تبكي، بس انتبهي على حالك، ما فيك تحاربي كل هاد اللي بيني وبين إيزيل، تراجعي تخسري حالك.
بقايا وين صرت؟ يلا صرنا على الباب معلمي. كتير حلو، وصلوا لي الرسالة يا قايا. رح نوصلها معلم، رح نوصلها. يا جماعة، انتو بتعرفوا هديك الايام وقبل ما ادخل السجن كانت كل مزادات سلاح لالنا، بس يلي صار صار. ممكن احكي معك شوي؟ كان فيني كفي من جوا، بس ما بحب كون بعيد. الحياة جوا مو مثل برا، الحياة جوا. كيف اطلع اطمني؟ خليك دائما عم تفكر دكتور معي تعمل بعد يومين. طلعت على ابراهيم لأنك حالي عم بلمع، في عندي كل شيء مشان ألمع. علي أزاد، أنا اشتغلت كل هالسنين الطويلة على أمي، بس كل مرة بقدر أني أغرز أظافري بالشجرة في مين بيشدني لتحت. بقول شو ناقصني أنا، لك شو ناقصني عن هدول اللي قدروا أنهم يطلعوا. بس اليوم فهمت، ناقصني أنت، أنت كنت ناقصتيني يا أزاد. علي كيف عرفت؟ فيك تفكري بهذا السؤال كل اليوم، الصهر الصحيح. علي نحن لازم نحكي بعدين. لا ما توقفوا، أنا أجيت من شان سيد رامز بس. السيد كنان بيبعت لك سلامه وبيبارك لك سيد رامز. لو إنه جاي بنفسه ما كان أحسن. أنا هون بالحقيقة من شان هذا الشيء يا سيد علي. السيد كنان عم ينتظركم اليوم المساء سيد رامز، منشان تحتفلوا بالتطورات الجديدة بالشغل بلعبة بوكر قوية. ومين اللي رح يجي؟ رح يجي يا سيد علي اللي بيحب يجي ويلعب مين ما كان. علي بدي تلم لي كل الشباب ومنلتقي بالمحل تبعي ماشي؟ انت خليكي يا زاد، خليكي بابا. سلام، شو ما اجيت بعد على المحل؟ مو المفروض هلا يبلش دوامه؟ اي طيب ماشي. بعدها مفاجأة. شو كأنك زعلانة؟ حدا من الجيران زعجك؟ ايه احكي لي. كانت مرة. ومين هاي المرة اللي اجت وزعلت لي حبيبتي؟ شو يعني هاي المرة؟ ما لها اسم؟ عايشة. حكيتي مع عائشة؟ اجت لعندي. ايه وشو قالت عائشة؟ ما تهتم، انت ما لك اي ذنب. شو اللي ما لي فيه ذنب؟ كل الحق علي انا. يا
بادا نحن ولا واحد فينا عمل شي غلط. شو قالت لك عايشة حتى زعلتك هيك؟ الحقيقة. أنا حقيقة؟ ما هي ما بتعرفك. بس هي بتعرفك. ايه؟ هي بتعرف منيح شو بدك، وأنا ما عندي يلي بدك يا أنت. أنتي اللي قررتي هالشي ولا عايشة؟ ليش ما بتسأليني إلي؟ بس أنا صدقتك بالأول، أنا كنت مفكرة. شو عم تحكي؟ أخذتي بحكي واحدة ما بتعرفيها وقررتي تصدقيها. ما فهمت يعني، كنتي مصدقتيني وبعدين شو عملت أنا؟ تركتك ومشيت مثلا؟ إيزل، أنا من الأول قلت لك ما عليك ذنب، أنا يلي شفتها لعايشة. شفتيها وبعدين فهمتيها؟ بتعرفي عايشة أي شيطان بتكون؟ عايشة حكيت معك بطريقة أكابرية وانت جمدتي مكانك، ما هيك؟ ما حكيتي ولا كلمة، بتطلع بعيونك دغري، بتفكري انها بتموت عليكي. مستحيل تقدر تطلع هيك لو ما كانت بتحبك، بتأثر على الواحد، بتأثر عليه بعواطفه، بتحرقه مثل النار، بتقولي قديش هدافية وقديش حلوة، بتنسحري فيها. بس هذا مو سحر، هذا سم. عم تفهمي؟ انت لازم تبعدي عنها، ما بصير تشوفيها ولا تحكي معها ولا تلمسيها ولا تصدقي حكيها. اذا صدقتي حكيها بتغرقي بجورتها. بعدها انت ما عليك ذنب، انت بحتلي باسرارك كلها وامنتلي، كنت حابب انك تحب، كنت حابب انك تنساها. انت ما عليك ذنب بهالشي، ما عليك ذنب. يا بادا، بس أنا كان بدي إيزل، أنا كنت حابة صدق إنك حبيتني مثل ما أنا حبيتك. ولك أنت شو عم تحكي؟ ممكن تسكر الباب وأنت طالع.